عليكم مسيتم بالخير. في الأول الأخير كثرت السواليف عن فن الفلامينكو، قلنا نجيبكم مكان تأسيس فن الفلامينكو الأندلسي. نبي نروح نزور القرية، قرية اسمها ساكرامونتي جنب غرناطة، ونعلمكم سواليف القرية وشلون تأسس الفلامينكو. مشينا، هذا احنا وصلنا مدخل قرية ساكرامونتي، وهذا هو تمثال ملك الغجر. طبعا هذه القرية اللي احنا متوجهين لها الحين قرية متكونة من كهوف، في كل الغجر اللي ساكنين هالقرية ساكنين في الكهوف. طيب وش سالفة هالغجر؟ الغجر هذول يا جماعة الخير طلعوا من الهند الرومانيا إلين وصلوا إلى الأندلس، طبعا زمن المسلمين في الأندلس، لهم تأثير أساسي في إنشاء فن الفلامينكو. طبعا قبل ندخل القرية ونوريكم إياها، قرية هي على حدود غرناطة. وش سالفة الغجر؟ الغجر هذول اللي جو من رومانيا، أول شيء طلعوا من الهند، هم وصلوا بهندية وصلوا الرومانيا وجو إلى الأندلس وبالتحديد غرناطة، ما تقبلوهم الناس اللي كانوا ساكنين في غرناطة، فجو على جبل جنب غرناطة اللي هذا هو الجبل، فسكنوا في الكهوف الموجودة فيه. البيوت اللي تشوفونها وراي كلها هذه كلها كهوف، لكن محطوط لها حائط يعني داخل كهف، نبي نوريكم أمثلة عنها. طبعا وش دخل الحين الغجر في الفلامينكو؟ الفلامينكو قلنا لكم هي خلطة عربية أندلسية غجرية. فلما سقطت غرناطة في آخر القرن الخامس عشر تقريبا، تحدوا العرب أو المسلمين مع الغجر وجوا في هالكوف طلعوا عن غرناطة بسبب الاضطهاد اللي جاهم من المسيحيين، فبدوا بأساليب حياة جديدة بعد ما اجتمعوا مع الغجر، فبدوا يطورون الفن الغجري فن الفلامينكو إلى ما صار هو عليه الآن. فن الفلامينكو الحالي اللي يعني يتكون من ثلاث أشياء: الجيتارة والصفقة والرقصة اللي فيها طبلة تحت تاك 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 مثل ما شفتوا في الصورة أول في الفيديو. والله تمطر علينا يا جماعة، هذه هي الكوف اللي نشأت فيها فن الفلامينكو يا جماعة، فلامينكو الأندلسي. أقولكم ليش فن عربي؟ شوفوا المقطع هذا. مسجل من تقريبا ما يقارب 80 سنة ويغنى باللغة العربية، فيه أغاني عربية كثير. طبعا تقريبا تحولت كل هالكوف إلى طبلات، ترى هذا مشهور في الفلامينكو، تحولت إلى محلات عرض فلامينكو. هذا حدهن المشهور. فن الفلامينكو فن حزين، الإسبان يعتبرونه فن الاكتئاب. ليش؟ لأنه جاء، وذلك نسبة للمسلمين الأندلسيين والغجر اللي طردوا من ديارهم بعد سقوط دولة الأندلس. الإسبان يعتبرون هذا الكهف الأزرق، طبعا هو كهف مثل ما قلتكم، يعتبرونه هو مكان تأسيس فن الفلامينكو، وهو مشهور إلى يومنا الحالي، يتقون فيه حفلات فلامينكو تقريبا يومية. هذا هو جبل قرية ساكرامونتي اللي احتضن الغجر اللي جاي من الهند. مثل ما تشوفون لو تلاحظون ان الفيديوهات اللي نزلتها والصور كلها يعني باين انها ترجع لأصول هندية. هذا شكل كهوف الفلامينكو، ليش يحطونها في كهوف؟ لان الصوت يطلع هنا في الصدى، ويحطون زيادة عليه هالمعادن عشان يطلع صدى. تشوفون كلها معادن، وهذه هي الطبلة اللي يرقصون عليها. فهم في الأساس جون الهند لهذا الشيء. فن الفلامينكو مرتبط بشكل كبير بال 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 بالحضارة الهندية، وهذه كانت قصتنا أو تغطيتنا الفن الفلامينكو الفلاح المنكوب. فلاح منكوب، هذا الفلاح حقنا المنكوب. السلام عليكم.